كما تتبعتم أشغال المؤتمر 18، هذا المؤتمر اللي ممكن نأكدوا من البداية أنه مؤتمر ناجح للمجموعة من الدلالات الأساسية. أولا المؤتمرات الإقليمية 83 مؤتمر اللي كانت مؤتمرات ناجحة وهي دليل وبرهان على نجاح المؤتمر الوطني العام 18 اللي كان فيها روح التوافق وروح انضباط رغم الظرف الاستعجالي والاستثنائي لتنظيم المؤتمر، لأنه الاستقلاليين والاستقلاليات لم يتعودوا المؤتمرات ديالهم في هذا الظرف الزمني. مؤتمر كنا كنعقدوه في سنة وسنة ونصف من أجل تهيئ الوثائق والأوراق واللجان والمؤتمرات الإقليمية. اليوم هناك تحدي كبير اللي خلقوه الاستقلاليين، وأنه المؤتمر تنظم في ظرف ديال 3 شهور ما كاملاش، في ظرف ديال 3 شهور، وأنه اللجنة التقنية الوطنية كذلك اشتغلت بلجانها الفرعية 6 في ظرف زمني قياسي وحققت وجابت وثائق مهمة جدا. الحضور اليوم في المؤتمر هو حضور متميز، نوعي ديال الأطر والكفاءات اللي انتخبوهم المؤتمرات المحلية لحضور المؤتمر الوطني كمنتدبين للمؤتمر، وكذلك الحد الأدنى ديال أعضاء المجلس الوطني. المجلس الوطني اللي أولا هذا حزب الاستقلال، حزب كبير وعنده امتداد كبير قوي جدا، وعدد أعضاء المجلس الوطني هو لا يلبي طموحات وتطلعات الاستقلاليين والاستقلاليات، ولكن مع ذلك إطار العائلة الاستقلالية وروح التوافق استطعنا أننا المؤتمرات ديالنا كلها كانت ناجحة. فيما يتعلق بالأمين العام، الأمين العام هناك إجماع على الأخ الأمين العام من طرف الجميع، رغم كانت ظروف في اللجنة التنفيذية وكان نقاش على مجموعة القضايا كان فيها خلاف، ولكن فيما يتعلق بالأخ الأمين العام كان هناك إجماع على الأخ الأمين العام. كذلك استمعتم إلى العرض ديال الأخ الأمين العام، والأشغال ديال المؤتمر هي مازال، لأن مازال التقرير الأدبي والتقرير المادي في الجزء الموالية، ومن بعد كاين كذلك الأشغال ديال اللجان الفرعية في الليل وغدا في الصباح إن شاء الله، وكذلك تقديم التوصيات، وبعد غدا كاين انتخاب، كاين المجلس الوطني، انتخاب الأمين العام وانتخاب اللجنة التنفيذية. الأمين العام كان في عرضه عرض متميز فيما يتعلق بالثوابت الحزب، فيما يتعلق بالتنظيم الحزبي، وفيما يتعلق بالديمقراطية الحزبية، وكذلك فيما يتعلق بالتحالف الحكومي والعمل الحكومي والدور ديال حزب الاستقلال والمبادرة الرائدة ديال جلالة الملك في الشأن الاقتصادي والسياسي. وكذلك ما يلفت النظر هو التصريح ديال الأخ الأمين العام، كلمة الأخ الأمين العام فيما يتعلق باتحاد المغرب العربي، اللي اعتبر أنه دور المغرب أساسي وحضور المغرب أساسي باعتباره التاريخي، الدور ديالو التاريخي والريادي من مؤتمر طنجة 1958 الآن اللي كان دائما اتحاد المغرب العربي اللي كان، والدور ديال المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه في اتحاد المغرب العربي، وكذلك الأدوار الرائدة لجلالة الملك فيما يتعلق بالدبلوماسية الرسمية حاليا. كما لاحظتوا هذا مؤتمر بطعم عرس، اجتمع فيه مناضلو ومناضلات حزب الاستقلال من أجل تتويج مسار اللي عرفوا الحزب ما بين مؤتمر 17 والمؤتمر 18. كما لاحظتوا جلسة افتتاحية ناجحة بكل المقاييس، حضور ضيوف من العيار الثقيل، السيد رئيس الحكومة، مجموعة من الوزراء، مجموعة من الأمناء العامين لأحزاب وطنية، مجموعة من الأمناء النقابات ورؤساء مختلف مؤسسات الوطنية، الابتسامة مرسومة على محيا جميع المؤتمرات والمؤتمرين. هذا كله سيعطينا واحد دفعة، واحد شحنة إيجابية من أجل إنجاح جميع المحطات. توافق على الأمين العام، توافق على اللجنة التنفيذية، وهذا الروح العائلية اللي سيد الآن مناضلات المناضلين، هي الصلب ديالها هو التوافق اللي خلقوه
الاخ الامين العام استاذ نزار بركه بحنكته السياسيه بتدبيره الجيد لما بين المرحلتين بالرهان عليه لمستقبل الحزب. نطمح لاحتلال مراكز متقدمه في انتخابات القادمه. كما لاحظتوا في الكلمه ديالو ركز على مجموعه من 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 النقاط: تخليق الحياه السياسيه، ارجاع القوه للمؤسسات الحزبيه والنقابيه للساحه الوطنيه، الشيء اللي افتقدناه. الخطاب السياسي اللي الان بدينا تنفتقدوه من خلال البرامج السياسيه اللي للاسف قلات. كل هذا ما يمكن الا يجعلنا متشبثين بالامل المستقبل، هذا الامل اللي تنتظروه جميع المواطنات والمواطنين.